بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعز العسلامة مرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي، اليوم حنحضر مع بعض بإذن الله هاد فريتوملات على الطريقة الإسبانية اللي تجي بزاف بنينة وسهلة التحضير وتوجد في وقت وجيز وبمكونات بسيطة متواجدة في كل مطبخ وكل بيت. إذا حبيباتي ما نطولش عليكم ويلا نبداو على بركة الله، نشوفوا مقادير الوصفة ديالنا وطريقة التحضير تاعها. فقط ما تنسوني سبسكرايب وتعليق جميل مثل جمال قلوبكم، واللي ما اشتركتش في القناة يلا حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله. نشوف هنا المقادير. عندي كمية من البطاطا مقطعة إلى مثلثات أو مكعبات صغيرة، كمية من البصل مقطع أيضا قطع صغيرة، معدنوس مقطع أيضا صغير، زوج سنات ثوم. أيضا عندي جبن الطلي ولا فرماج تارتيني، استعملوا بورسيون دو فرماج. وعندي 3 حبات بيض. أما بالنسبة نتوما للبيض استعملوا على حسب كمية البطاطا ديالكم. نبدأ على بركة الله في التحضير. في مقلة حطيت كمية من الزيت وحطيت البصل تاعي على نار متوسطة، وهنا نضيف عليه الملح ونغطيه ونخلي البصل تاعي يتكرمل حتى ياخد لي لون ذهبي جميل جدا. فوالا. الوغ هنا حبيباتي شوفوا، بعد مدة هنا شوفوا خدالي هذا اللون البني الجميل وتكمل البصل تاعي، وكان نحيه جانبا لانه جاهز للتحضير. حبيباتي بسم الله، دوك هنا في المقلاة نقلي البطاطا تاعي بعد ما سخنت الزيت. للأمانة فقط أنا البطاطا ما نضيفش عليها الملح حتى تطيب، بمعنى بعد القليان باش ندير الملح للبطاطا. دوك أنا هنايا نخلي البطاطا تاعي تطيب ونروحو نحضرو مع بعض لا بريباراسيون ديالنا ولا الخليط تاعنا تاع الجبن والبصل ليتو. فوالا بسم الله، في ان ريسيبيون نحط البصل المكرمل ديالي ونضيف عليه البيض، ومن بعد نكسر عليه كامل هذوك 3 حبات. نتوما اذا درتو كميه كبيره تاع البطاطا ضيفوا البيض اكثر. فوالا، ونحط تاني فيه الملح بيان سور اللي ما لازمش ننساوه. ندير كميه من المعدنوس ونخلي كميه قليله للتزيين، وندير هذاك الجبن، ون ايضا نرابي هذوك السنينات تاع الثوم. هاد الثوم ايضا كي نخلطوها مع البصل ايتو المكرمل تعرفوا يجي بزاف بنين هاد لو ميلونج. ما نضيفوش كامل هنا التوابل، ونخلط جيدا هاد الخليط حتى تتجانس المكونات. فوالا بهذه الطريقه. وهنا يا سيبو انا البطاطا تاعي راهي واجده جانبا، ونروحو نحضروا ديريكتومون الخبزه ديالنا تاع الفري توملات. فوالا بسم الله، في مقله تاعي اللي تكون مدهونه بالزيت حطيت البطاطا. دوكا هنايا نضيف عليها هذاك الخليط ولا لو ميلونج تاع البيض والبصل والفرماج. فوالا، ونسوي كامل السطح ونوزعها كامل مليح على كامل الجهات. فوالا بهذه الطريقه نزعزع شويه المقله. فوالا هنا نسقمها ونخليها على نار متوسطه، ما نقويش النار باش ما تتحرقليش وطيب لي مليح. فوالا دوكا هنايا شوفوا راني شتها في لي كوتي طابت بيا. الوغ دوكا نجيب هنا صحن او طبسي ونقلبها عليه باش نعاود نرجعها للمقله وتطيب على الجهه الاخرى. فوالا، سورتو اذا كان عندكم العشاء ما بقاش بزاف والكميه هذيك اللي العشاء داك ما يكفيكمش كامل ليتو، تقدروا ديروا هذيك وصله، صدقوني غير بزاف بنينه وتوجد بالخف وتاني سهله وخفيفه. فوالا دوك هنا حبيباتي نزيد نغطيها ونخليها تطيب تاني مع الجهه الاخرى، ونزينها في طبق التقديم كما تشوفوها فيما بعد ان شاء الله، في تشوفوها في شكلها النهائي الجميل. شوفوا هنا حبيباتي بعد ما درت لها هكذا دي ترونش تاع الطوماط ورشه تاع المعدنوس. الو فوالا، انا قدمتها مع جو هذا وعصير البرتقال والليمون، جو دورون سيترون، وبلا ما ننساو الهريسه ديالي اللي ما تخطينيش. الوغ كان هذا هو العشاء تاعي. نتمنى ان شاء الله انه الوصفه تاعنا لنهار اليوم نالت اعجابكم ورضاكم.
الوغ ما تنسونيش بجام وكومنتار واللي ما اشتركتش في القناة يلا حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. الوغ الحمد لله اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال إلى فيديو آخر أو وصفة أخرى. تهلاو في صحتكم رويحتكم والديكم ووليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.